في 30 مارس سنة 2010 أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار بإلزام الحكومة بتطبيق حد أدنى للأجور. القرار فضل حبر على ورق لغاية بعد ثورة يناير بسنتين، وتحديدا مع حكومة الببلاوي اللي اتخذ قرار بتطبيق قرار المحكمة وإلزام مؤسسات الدولة بتطبيق حد أدنى قيمته 1200 جنيه. ما تطبقش موضوع الحد الأدنى لحد دلوقتي، هي مجرد بس كلام على المجل، يعني في المجلات والجرايد والأخبار، لكن ما فيش حاجة في أرض العملي تحققت. يعني المفروض في حد أدنى للناس اللي هي الطبقة الدنيا، وحد أقصى للناس اللي هي شغاله في مراتب عليا، بحيث ان يبقى في تكافل اجتماعي. دي المفروض تبقى من اولويات الحكومه اللي ماسكه، وان كانت جديده بعد الرئاسه هتمسك، المفروض يطبقوا حد الاقصى والحد الادنى. منظمه العمل الدوليه عرفت الحد الادنى للاجور سنه 97 بانه الحد الادنى الواجب اعطاؤه للمشتغلين في دوله ما، بحيث يكفل الاحتياجات الدنيا للمشتغل في ظل الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه. وبرغم ان مصر لسه بادئه تطبيق الحد الادنى للاجور من شهور، الا ان 90% من دول العالم بتطبقه من سنين طويله، و75% من الدول دي بتفرض غرامات كبيره على المؤسسات اللي بترفض تطبيقه. مشكله في الاسعار بتاعه الحاجه، يعني انا ما باخد 1500، ال1500 مش بيكفوني ليه؟ عشان الاسعار غاليه. ال2000 جنيه وال3000 جنيه ما بيكفوش واحد متجوز وعنده اولاد او حتى عازب لوحده. ال1200 عمرهم ما يكفوا في مصر هنا، الاسعار غاليه وايجارات الشقق غاليه وفي ناس بتقبض اقل من 1200، ما بتقبضش، يا ريت حتى في ناس بتقبض اقل من 1200 زي المدرسين مثلا. عازب ما عاشوش 1200، مش متجوز، انا بقى متجوز معايا عيلين، اقل حاجه عايز 100 جنيه في اليوم، اقل مصاريف خالص 100 جنيه مواصلات واكل وشرب وعلاج ومدارس وكل حاجه. لو تحسب ال 1200 جنيه ده على كل طفل دلوقتي مصاريفه ايه؟ واحنا دلوقتي كفي شاب كبير داخل على جواز او داخل عايز يبني نفسه، استحاله طبعا، مش هيكفي من جميع النواحي. انا بشتغل شغل اضافي، لو ثالثه اشتغل شغل ثالث، لو في اليوم ثلاث ايام هنشتغل عشان نقدر نكفي احتياجاتنا، لان كل واحد عامل وزاره التربيه والتعليم في البيت. البنك الدولي عمل معيار لتحديد الحد الادنى للاجور، وده بيتقاس بقيمه المبلغ في الولايات المتحده الامريكيه، وبناء عليه احتلت دولة لوكسمبورغ الأوروبية المرتبة الأولى عالميا في أعلى حد أدنى للدخول بقيمة شرائية تبلغ 29,000 دولار أمريكي سنويا، بالإضافة إلى زيادة قدرها 20% للعمال الماهرين. يليها الأرجنتين اللي كانت على حافة الإفلاس في سنة 2001 بنحو 22,000 دولار أمريكي سنويا تقريبا. أما الدولة الثالثة فهي أستراليا، واللي بيصل فيها الحد الأدنى لأجر العامل حوالي 21,000 دولار أمريكي سنويا.